تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ختام فعاليات طواف ناصر بن حمد الأول للهواة للدراجات الهوائية بإقامة المرحلة الثالثة والأخيرة. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على تشجيع الدراجين في هذه المرحلة والتي شهدت مشاركة واسعة في الطواف الذي نظمه الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية بالتعاون مع شركة فعاليات. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الطواف يأتي في إطار دعم وتشجيع الشباب على ممارسة ركوب الدراجة الهوائية، حيث شهدت المراحل الثلاث مشاركة واسعة تؤكد الكوكبة الكبيرة التي تمتلكها مملكة البحرين من الشباب البحريني القادر على العطاء وتمثيل المنتخبات الوطنية للدراجات الهوائية في المرحلة القادمة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الأهداف المتعددة التي حققها الطواف الأول للهواة سيكون حافزا لمواصلة تنظيم هذه البطولات التي تؤكد انتشار ثقافة رياضة ركوب الدراجات الهوائية في المملكة. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن سباقات الدراجات الهوائية تعتبر مصدر إلهام للشباب البحريني يساعد على تبني أسلوب حياة صحي، حيث أن تنظيم بطولات ومسابقات متنوعة تخدم شريحة كبيرة من المجتمع البحريني إضافة إلى المقيمين من الجنسين. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وكافة اللجان والحكام في إخراج الطواف بأفضل صورة تنظيمية، مهنئا سموه كافة الدراجين الحاصلين على المراكز الأولى. هذا وجرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المرحلة الثالثة، حيث حصل على لقب بطل طواف ناصر بن حمد للهواء الدراج علي حسن جواد بحصوله على القميص الذهبي، وفاز بالمركز الأول في سباق الفردي جيفري ديبارتو، وحصل الدراج إلياس محمد علي المركز الأول في المرحلة الثالثة للطواف، فيما حصل الدراج صابر محمد علي القميص الأبيض لعمر فوق 40 سنة، وجاسم محمد علي القميص الأزرق، وحسين الماجد على القميص الأخضر، فيما فاز عبد الله علي بالقميص الأحمر، وتم تكريم الدراج إم جي بصفته أكبر متسابق، والدراج مهدي حسن كأصغر دراج في الطواف، كما تم تكريم الحكم العام الدكتور عبد الله الحسني وتكريم شركة بتلكو والجهات الحكومية المتعاونة.